طيب احنا دلوقتي هنعمل يعني في الفيديو ده حاجة بسيطة جدا، وهي ان انا هعمل يعني ميرور. احنا لو بصينا كده هنلاقي الشكل هنا حتى باين اهو، باين اليمين الالوان هنا باينة وهنا الالوان مختلفة. انا عايز اعمل ميرور، عايز اخلي الجزء الشمال نفس الويت بتاعه يبقى ناحية اليمين، طبعا لو انا ظبطته كله خلصت كل الشغل بتاعي. طيب هعملها ازاي؟ هختار سكين واقول له ميرور سكين ويت، دوس هنا كده على السيتنج عشان اتاكد منها، اقول له ايديت ريسيت سيتنج، هي مظبوطه من بوزيتيف تو نيجاتيف. طبعا البوزيتيف اللي هو ناحيه يميننا احنا اللي هو الشمال بتاع الكاركتر، والنيجاتيف اللي هو ناحيه الشمال، ده بالنسبه للايه للاكسس العاديه. وهقول له هنا المحور بتاعي الواي والزي، وهقول له ابلاي على طول. هو راح عامل لي، لو خدنا بالنا دلوقتي هنلاقي الالوان ايه بقت مظبوطه، الالوان بقت مظبوطه معايا. حتى لو اخترنا اي جزء من الكاركتر، يعني لو انا جيت كده واخترت مثلا الليفت ارم كده اهو، شايفين الالوان، نحفظ شكل الالوان او نختار معاها الرايت ارم، هنشوفهم زي بعض ولا لا. ادي انيشال ارم ليفت، جوينت ارم ليفت، تعالوا عند جوينت ارم رايت هنلاقي نفس التوزيعة بتاعة اللون اهي، دي كده ودي كده اهي. عايزين اي جزء هنلاقيه مظبوط معانا. تعالوا نشوف ال الايدين او الرجلين، اسف، هنشوف مثلا هنا الليج اهي معمولة من هنا اهي بالمنظر ده. تعالوا نختار الرجل التانية هنلاقيها الميرور بتاعتها بالظبط كده. انا ضمنت ان اي حركة هنا هتبقى نفس الحركة اللي هنا. انا كل اللي ناقصني عشان ابتدي اعمل انيميشن مظبوط ان انا اختار كل حاجة عملت لها انيميشن وامسح الكي فريمز بتاعتها. اجي كده رايت كليك ديليت، نفس الحكاية هنا اهو شيفت، بختار واقول له ديليت هنا اي حاجة عملت لها كي فريم، شيفت اختار ديليت، في حاجة هنا؟ لا في اهو ديليت كده. انا ما عنديش اي انيميشن موجود لا ناحية اليمين ولا ناحية الشمال، وبقيت مستعد ان انا اعمل، لو انا قفلت دول كده وقفلت ده كده، اعمل انيميشن. طبعا دلوقتي انا اقدر اعمل انيميشن بصورة مبدئية، ولكن انا كده هشتغل بنظام الاف كي اللي هو الفورورد كينيماتكس. كمان عندي مشكلة تانية، انا طبعا هنا هقفل، لما باجي اعمل انيميشن هقفل الكاركتر، هيبقى انا عندي مشكلة ان انا دايما بحتاج اختار الجيومتري او سوري الجوينتس عشان اعمل انيميشن بتاعي. يعني لو انا اخترت كده دول كلهم اهو حتى من الويندوز اوتلاينر، واقوم اقول له شيفت كده عشان اختار كل الحاجات دي، واقول له هات لي كل دول من اولهم لاخرهم كده لغاية هنا، كل دول اعمل لهم كي فريم، حرف الاس خلاص اعمل لهم كلهم كي فريم، اي حاجة اختارها الاقي هنا احمر كي فريم، وابتدي اعمل ده الانيشال ستيت ليهم كلهم. واجي هنا اختار زي ما انا عايز، تمام، اختار من هنا اي جزء انا عايزه واتحرك بيه وابتدي اعمل الانيميشن بتاعي. يبقى انا لازم اختار الجوينت، ابتدي اعمل الحركة، عايز اخد دي كده لقدام اتحرك لقدام، عايز الجزء ده يرجع لورا اهو، اختار كده واقول له روتيت، بعمل اي حركة انا عايزها اهي كده، وبعدين اهو، واشتغل على اساسها عشان اعمل الحركة بتاعتي. طبعا ده طريقة صعبة جدا في التعامل، بس انا قدرت اعمل بوز للايه للكاركتر بتاعي، لكن انا شغال بنظام الاف كي، بمعنى ان البيرنت هو اللي بيتحكم في الكاركتر. طبعا كده انا اقدر ارجع تاني واقول له ويندوز اوتلاينر
اختار لي كل الحاجات دي تاني من هنا لهنا وادوس اس. بقى عندي دلوقتي حركة وابتدي اعمل حركة حركة في الكاركتر. طبعا ده نظام متعب جدا ولكن هو حل مبدئي عشان نعمل انيميشن. طب ايه اللي ناقصنا عشان نبقى مخلصين الريجنج بتاعنا ونعمل انيميشن مظبوط بأريحية زي الكاركترز البروفيشنال؟ محتاجين حاجتين. اول حاجة نظبط حاجة اسمها الاي كي، نظبط حاجة اسمها الاي كي اللي هي انفرس كينيماتكس. دي تظبط عشان احرك الايد، احرك الايه بالتبعية بقية الجسم. جميل. طب ايه تاني حاجة؟ تاني حاجة اعمل حاجة اسمها كنترولرز، وهم عبارة عن اجسام مساعدة بعملهم عن طريق السيرفس، عشان من هنا يعني بتعمل لي كده زي دوائر هنا، دوائر هنا، شكل هنا، دايرة هنا، عشان امسك منها البون ما بقاش محتاج ان انا اشوف الجوينتس عشان اتحرك بيها. مجرد ما انا هختار الكنترولر هقدر ان انا اتحكم واحط له هو نفسه الكي فريمز بتاعتي بسهولة، ما اقعدش امشي بالطريقة التقليدية. ده هنتابعه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله رب العالمين. اتمنى تكونوا يعني ايه وفرت عليكم شوية من الوقت.